بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي طلبة وطالبات الصف الثاني الثانوي، النهاردة بناخد الفرع الثاني من الرياضيات اللي هو التطبيقية. الفرع ده في الترم الثاني اسمه الديناميكا. الديناميكا هو علم بيدرس حركة الجسم وسرعته وعجلته والزمن والمسافة والإزاحة، يعني مفهوم ثاني خالص غير الاستاتيكا اللي كانت بتدرس علم تأثير الجسم الساكن أو تأثير القوة على جسم ساكن. ساكن يعني استاتيك، لكن احنا بناخد بقى الديناميك اللي هو الحركة والسرعة والعجلة والإزاحة والحاجات دي كلها. أول درس عندنا اسمه الحركة المستقيمة، وهو موضوع درسنا في الديناميكا عموما بندرس الحركة في خط مستقيم أو الحركة المستقيمة. فتعال نشوف إيه الأول، يعني إيه أنواع الحركة، وبعدين يعني إيه حركة مستقيمة. أنا عندي أنواع الحركة نوعين، يا إما حركة انتقالية يا إما حركة دورانية. الحركة الدورانية الانتقالية الأول برضو تنقسم إلى قسمين، إما قسم اللي هو الحركة في خط مستقيم يا إما قسم حركة في خط منحني. ده خارج دراستنا، إحنا بندرس الحركة في خط مستقيم أو الحركة المستقيم. يبقى إحنا بندرس حركة انتقالية ولكن في خط مستقيم. احنا عندنا الحركة الانتقالية نوعين، حركة في خط مستقيم وحركة في خط منحني. احنا مش بندرس الخط المنحني بس، المفروض ان احنا نبقى عارفين. تاني حاجة نوع الحركة التاني، الحركة الدورانية والاهتزازية. الدورانية ديت زي مثلا بندول الساعة، حركة دورانية بتلف، حركة دورانية، وكذلك زي حركة الكواكب برضو حركة دورانية. يبقى انا عندي عشان ما تتوهش مني انواع الحركات، حركة انتقالية وحركة دورانية. الحركة الانتقالية نوعين، واحد حركة في خط مستقيم وده اللي بندرسه، يا اما حركة في خط منحني وده خارج دراستنا. الحركة الدورانية هي الحركة اللي بتعمل دوران وهي بتلف، زي حركة البندول، زي حركة الكواكب. ولو تاخد بالك حركة السيارة هي عبارة عن حركتين في آن واحد، حركة دورانية العجلة بتلف كده، وحركة انتقالية برضو العجلة بتتحرك بتنتقل وفي خط مستقيم برضو أو في خط منحني براحتها. بقى ان انا عايز اقول لك ان نوع الحركة اللي بتسير بيها السيارة حركتين في آن واحد، حركة دورانية وحركة مستقيم. أول ما بندرس الحركة لازم ندرس الفرق بين الإزاحة والمسافة، لأن دول بداية البناء اللي احنا هنشتغله في الديناميكا، ان انت تبقى فاهم الفرق بين الإزاحة والمسافة. لو انا عندي مكاني هنا ده البيت وده المدرسة، وانا عشان اروح المدرسة مشيت على الخط الاحمر ده كده، ده المسار اللي انا مشيت فيه. لو عايز اعرف المسافة بجيب طول المسار ده واحسب المسافة بتاعتي، لكن الإزاحة ملوش دعوة بالكلام ده. الإزاحة انت فين بيتك، فين مدرستك، هعمل لك خط مستقيم، قطعة مستقيمة موجهة من البداية للنهاية، ويبقى هو ده الإزاحة. الإزاحة هو قطعة مستقيمة تبدأ من البداية موجهة طبعا إلى النهاية، وملهاش دعوة دون النظر لطول المسار اللي انت رحت بيه ومشيت بيه للمدرسة. يبقى إذن لما بنقول لك فيه يبقى بنقول لك المتجه ألف به، متجه ألف به. المسافة هو طول المسار اللي انت مشيت عليه، إنما الإزاحة هو طول أو معيار المتجه ألف. مش فاهم قوي يا أستاذ، نقول له تعالى ناخد مثال. أنا عندي مثلث أهو مشي من ألف راح لجيم، وبعدين مشي من جيم طلع لب، ووقف هنا. لو بتكلمني عن المسافة هقول لك المسار اللي انت مشيته عده، فانا مشيت 8 وبعدين مشيت 6، يبقى المسافة 6 زائد 8 14. لو بتكلمني عن الإزاحة ماليش دعوة انت مشيت رحت فين، انا البداية بتاعتي ألف، النهاية بتاعتي ب، يبقى الإزاحة ألف ب. ألف ب دي موجودة في مثلث قائم، أحد أضلاعه 6 والتاني 8، فهجيب طول الوتر، فيبقى طول الوتر ده هو طول الإزاحة. الإزاحة هي ألف ب، معيار الإزاحة هو العشرة. فشايف الفرق بين مفهوم الإزاحة ومفهوم المسافة؟ المسافة أنا مشيت من ألف لجيم ومن جيم لب، فين وفين عقبال ما وصلت لب؟ فين يا عم المساحة؟ أقول له المسافة، يقول لي اللي أنت مشيته عده، أنا مشيت 8 وبعدين مشيت 6، يبقى اللي أنت مشيته ده عده، يبقى 8 زائد 6 14. الإزاحة ما تفهمش الكلام ده، الإزاحة تقول لك البداية فين؟ النهاية فين؟ اعمل لي متجه من البداية للنهاية، عملت لك، يبقى الإزاحة هي ألف ب، من المتجه من البداية للنهاية.
طلع طوله كام؟ طلع طوله 10. لو خدت بالك من المضمون بتاع الكلام ده انه دايما الازاحه هتلاقيها اقل او تساوي المسافه، دايما الازاحه هتلاقيها اقل او تساوي المسافه. طب امتى تساوي؟ هقول لك، لو كان الازاحه اللي انت مشيتها في خط مستقيم بدون تغيير في خط السير، يعني ماشي على طول، يبقى المسافه هي الازاحه. في الحاله دي الازاحه بتساوي المسافه. عايز اوضح تاني يا مستر، فهمني تاني. اقول لك لو انا ماشي من الف ل ب في اتجاه موجب، وبعدين رحت راجع من ب ل ج عكست الاتجاه، دي مشيتها 25 متر ودي مشيتها 10 متر، دي المسافه. اقول لك اللي انت مشيته عده، انا مشيت 25 وبعدين مشيت 10، يبقى المسافه 35، 10 25 و10. طب الازاحه نقول لا، البدايه والنهايه، ازاحه يبقى بدايه ونهايه، يبقى انت بدات من هنا انتهيت هنا اللي هي هنا، فيبقى انت مشيت 25 وبعدين رجعت 10، يبقى انت الازاحه بتاعتك هتساوي 15، لانه الازاحه كميه متجهه وبتعتمد على الاتجاه، فده ماشي كده وده ماشي كده، يبقى ماشيين عكس بعض، العكس بنطرح. انما لو انه الاثنين ماشيين في نفس الاتجاه، ركز بقى هنا، انا مشيت هنا 25 وبعدين رجعت مشيت 10 في نفس الاتجاه، المسافه كام؟ المسافه اللي انت مشيته عده يبقى 35. طب والازاحه كام؟ نقول له من البدايه للنهايه برضه 35. هنا فكره اقل من او تساوي، عشان ما حدش يقول لي ايه هي الازاحه دايما بتطلع اقل، لا، اقل او تساوي. امتى تساوي؟ لما يكون الاتجاهين اللي انت ماشيين فيهم في نفس الاتجاه، ما عكستش الاتجاه. طب يا مستر فهمت كده الازاحه معناها ايه، واديتني كذا مثال ليها عشان توضح لي. طب افرض انا رحت ورجعت في نفس المكان، ووقفت عند نفس المكان اللي انا بدات فيه، يا ترى الازاحه هتبقى ايه؟ نقول له الازاحه هتبقى صفر، لانك اذا عدت الى نفس المكان اللي انت ماشي فيه يبقى كانك مشيت 10 ورجعت 10، الازاحه هتبقى صفر. طب والمسافه اللي انت مشيته عده، انت مشيت 10 ورجعت 10 تبقى 20، اللي هي ضعف المسافه اللي انت مشيتها، يبقى المسافه ملوش دعوه بالاتجاهات، رايح جاي ولا لا، في نفس الاتجاه ولا لا، رجع تاني ولا لا، عاد الى نفس النقطه ولا لا، الكلام ده كله في المسافه ما بعرفوش، انما في الازاحه بنعرفه، لان الازاحه كميه متجهه والمسافه كميه قياسيه. واذا عاد الجسم الى نفس النقطه، بص كده من الف ل ب وبعدين رجع تاني من ب لالف، هو هنا مشي 20 وبعدين رجع تاني 20، المفروض اقول له الازاحه 20 ناقص 20 فتطلع صفر. انما المسافه اتنين في المسافة في طول ألف ب، ألف ب ب 20، يبقى اتنين في 20 بكام؟ ب 40، 40 متر. يبقى علشان تفهم بس الفرق بين الاتنين، إن المسافة كمية قياسية ملهاش دعوة أنت رحت وبعدين رجعت، ملوش دعوة بالكلام ده. ولأن الإزاحة كمية متجهة فليه دعوة؟ أنت مشيت كده وبعدين رجعت مشيت الناحية التانية بنفس المقدار، يبقى كأنك عملت صفر، يبقى أنت يبقى كأنك أنت الحساب بتاعك كله هيبقى صفر. عندما يتحرك جسم فان مقدار الازاحه نقط، المسافه اكبر، الازاحه اكبر ولا اكبر او تساوي، ولا اقل، ولا اقل او تساوي، اقل او تساوي، الازاحه اقل او تساوي المسافه. قذفت كره معدنيه فوصلت الى ارتفاع 3 وعادت الى نفس النقطه مره اخرى، فان الازاحه الحادثه تساوي 3 متر، 6 متر، 0، 9. خلي بالك بيتكلم عن الازاحه الحادثه، هو قذف كرة 3 وبعدين رجع التاني نفس النقطة، إذا عاد إلى نفس نقطة القصف يبقى الإزاحة صفر، إنما المسافة ضعف المسافة اللي أنت مشيتها، يعني أنت مشيت 3 ورجعت 3 تاني يبقى المسافة 6، إنما الإزاحة صفر. أعتقد إن إحنا مفهوم الإزاحة ومفهوم المسافة كده وضحت، تعال نخش في مفهوم تاني، لأنه الحلقة النهاردة هي بناء للديناميكا اللي هناخدها كلها في الترم كله. ازاي نعرف مفهوم الازاحة، مفهوم المسافة، مفهوم السرعة، مفهوم السرعة المتوسطة، مفهوم السرعة، متجه السرعة المتوسطة، كل المفاهيم الاولية اللي في البداية دي مهمة جدا ان احنا نعرفها، عشان لما نيجي نشتغل تبقى انت الحاجات دي راسخة في دماغك، مش محتاجة، مش بتعمل لك اي ايه خلخلة. لو انا عندي نظام احداثي ده س وده ص، وعندي طبعا نقطة اصل واو، فالمتجه الابتدائي انه عندي بداية النقطة ألف، ده بنسميه المتجه الابتدائي اللي هو بنسميه ر صفر، لأنه لسه عندي بداية الحركة، وساعتها حتى النون بتبقى بصفر. مشيت من ألف راح لب، فالمتجه اللي عندي ب بنسميه المتجه النهائي، يبقى في عندي، وطبعا كل متجه يبدأ من عند واو بنسميه متجه موضع، يعني واو ألف بنسميه متجه موضع سواء ابتدائي أو نهائي، وواو ب بنسميه متجه موضع سواء ابتدائي أو نهائي.
يبقى واو الف متجه موضع، بس بنسميه ليه صفر؟ ليه؟ لانه عند بدايه الحركه نون بتساوي صفر، وواو ب اللي هو الموضع متجه الحركه النهائي، يعني انت عندي هنا عملت ستوب وانا عندي هنا عملت لك متجه موضع. خلي بالك انا عندي قاعده اسمها قاعده المثلث، بتقول انك لو اتنين لفوا حوالين بعض حصل جمعهم الثالث اللي بيلف ضدهم. افكرك بيها كمان شويه، قاعده مثلث القوه بتقول ان واو الف زائد الف ب بتساوي واو ب، يعني ر صفر زائد المتجه ف بيساوي ر اتنين، قاعده مثلث المتجهات. وبالتالي انا ممكن اودي الر دي الناحيه الثانيه فتبقى ف الازاحه بتساوي ر المتجه النهائي ناقص ر صفر المتجه الابتدائي، يبقى متجه الازاحه بيساوي متجه الموضع النهائي ناقص متجه الموضع الابتدائي اللي انا بعوض عنه وان انا بجيبه لما اعوض عن نون بصفر، لانه انا لسه ما اتحركتش فنون بصفر. طبعا وانا ماشي بستهلك زمن. في الحاله ديت لما بوصل للنقطه دي يبقى انا استمريت بمده زمنيه معينه اقدر نحسبها مع بعض. لكن تعالى بقى نشوف تهدي ليه ازاحه؟ لانه متجه ليه بدايه اهو وليه نهايه اهو، وهو متجه من البدايه للنهايه فيبقى ده متجه الازاحه. طب ليه ده ما يعتبرش متجه ازاحه؟ لانه متجه الموضع مش متجه ازاحه، لانه متجه الازاحه لازم يكون بدايته ونهايته مش نقطه الاصل. يبقى خلي بالك من القاعده دي مهمه جدا، انه الازاحه بتساوي متجه ر، وبنقول لك ر ديت هو متجه النهائي ناقص ر صفر اللي هو المتجه الابتدائي اللي هو زي ما انت شايف كده عند نون بتساوي صفر، ده المتجه النهائي. واحد يقول لي عند نون بتساوي كام؟ هنقول لك في المساله بقى انه وقف عند ب بعد ما استغرق 5 ثواني، 10 ثواني، ساعه الا ربع، نص ساعه، يبقى هنقول لك الزمن او الفتره الزمنيه اللي استغرقها لغايه لما راح ب. افكرك بقاعده جمع المتجهات اللي هو لما كنا بنجمع الاثنين دول اللي هو ا ب زائد ب ج، الاثنين بيلفوا حوالين بعض زي ما انت شايف، حاصل الجمع اللي بيلف ضدهم اللي هو أ ج، فيبقى المتجه أ ب زائد ب ج بيساوي أ ج، وهو يبقى أ ج ده الإزاحة. ليه يا أستاذ؟ نقول له أصله ده البداية وأنت خلاص ده النهاية بالنسبة لك، ما أنت مشيت أ ب وبعدين رحت رايح لب ج، يبقى ج هي النهائي، أ ج يبقى هو ده متجه الإزاحة، وهو ده يبقى حاصل جمع للمتجهين دول. إنما لو إن المتجه ده مشي معاهم في نفس الاتجاه، يعني ده أ ب ب ج وراح ده جاي كده راح جاي جه لغايه هنا، فعاد الى نفس النقطه. اذا المتجهات اللي اتحركت عادت الى نفس النقطه فيبقى لازم الناتج يساوي صفر، فيبقى أ ب زائد ب ج زائد ج أ يساوي المتجه الصفري، يعني ان الازاحه اللي تمت بقت بصفر لانك انت عدت الى نفس النقطه. اذا عاد الجسم الى نفس النقطه سواء كانت نقطه مشي او نقطه خصف، انا بقذف لفوق وبترجع تاني لنفس النقطه، يبقى في الحاله ديت الازاحه تساوي صفر. ده القاعده بتاعت المثلث اللي قلت لك هفكرك بيها. طب يا ترى المساله بتيجي ازاي؟ بنقول له اذا كان متجه موضع جسيم يتحرك في خط مستقيم، خلي بالك الحركه كلها في خط مستقيم، يتحرك في خط مستقيم يعطي بدلاله الزمن ال ر بقى النهائيه اهي بتساوي 3 نون تربيع زائد 3 ي، دي كده كانها داله في الزمن يعني، فان معيار الازاحه فيه بعد 2 ثانيه بيساوي كام؟ قبل ما اجيب معيار الازاحه لازم اجيب له ر صفر، ر صفر دي بعوض عن نون بتساوي صفر، فتعالى نعوض كده فتديني 3 في صفر تربيع زائد 3 ي، يعني في الاخر تديني 3 ي، وبعدين اقول له فيه بتساوي ر ناقص ر صفر، يعني 3 نون تربيع زائد 3 ناقص 3، الكلام ده كله متجهين، فراحت الثلاثة مع الثلاثة وتبقى فيه إزاحة بتساوي 3 نون تربيع إيه، وهي دي الطريقة اللي بنحسب بيها فيه باستمرار، إن أنا بجهز ر صفر، بحط عند ر بتساوي صفر، بعوض بالناتج، وبجهز ر واطرحهم من بعض فيديني فيها. بعض المدرسين تقول لك انا هشيل لك الثلاثه دي خالص تبقى هي دي الازاحه، بس مش في كل الدوال، دي الدوال بتاعت كثيره الحدود فقط، يعني الداله دي لو كانت جا نون زائد 2 جتا نون ما ينفعش نشيل فيها حاجه ولا نحط حاجه، حتى لو كان زائد 3 في الاخر ما ينفعش نشيل العدد الثابت، واخد بال حضرتك معايا؟ وبالتالي احنا باستمرار هنلتزم بالقاعده اللي بتقول ان ف بتساوي ر ناقص ر صفر، حيث ر صفر اللي هي نون بتساوي صفر. جبناها خلاص، هو عايز بقى معيار الازاحه لما نون بتساوي 2، فهاجي اقول له ف معيار بتساوي 3 في 2 تربيع ب 4، أول ما بتقول معيار بتشيل المتجه ده، وبالتالي فيطلع الناتج بيساوي 12 وحدة طول. يا ترى ال 12 دي موجودة؟ أه يا أستاذ موجودة أهي. طيب عايز بس واحنا بنتكلم تبقى أنت فاهم كل حاجة، ففي فرق بين المعيار والمقياس. المعيار يبقى جواه متجه، يعني لما أجي أقول لك معيار
حاجه، يبقى الحاجه دي متجهه، معيار الازاحه، معيار السرعه، معيار العجله، كل دول كميات متجهه. لكن ما ينفعش اقول له معيار الزمن، لان الزمن كميه قياسيه. امال اقول ايه؟ اقول له مقياس، لان المقياس بيبقى عدد قياسي جواه كميه قياسيه، انما المعيار بيبقى جواه كميه متجهه. شايف هنا انا كاتب مقياس 7، ينفع؟ اه ينفع، يعني 7 كميه قياسيه، لما ما ينفعش اقول له معيار 7، انما ممكن اقول له معيار المتجه الف. فاذا في فرق بين المعيار والمقياس. المعيار اللي احنا جبناه وقلنا 3 في 2 كل تربيع بتساوي 12 كان معيار لمتجه، انما المقياس بيبقى مقياس لكميه قياسيه. ممكن اقول له مقياس زمن، ممكن اقول له مقياس درجه الحراره، لان درجه الحراره كميه قياسيه، انما معيار يبقى لازم جواه يبقى متجه وانا بجيب كميته. طبعا المعيار والمقياس الاثنين لازم يبقوا في الاخر اكبر او تساوي الصفر. المساله هنا بيقول له اذا تحرك قوسين فان معيار الازاحه على معيار المسافه بيساوي س، هو اللي فرض انها بتساوي س، فقال لي فان س تساوي ايه؟ تساوي 1. يعني هقسم ده على ده ويديني س تطلع بواحد، ولا س طلعت اكبر من واحد، ولا س تنتمي من صفر لواحد، ولا س تنحصر ما بين سالب واحد لواحد. نقول له ما بيساويش واحد لان الازاحه اقل من المسافه، ما بيساويش واحد. واحد يقول لي مش انت قلت اقل من او تساوي؟ نقول له اه، ما هو احنا ما ناخدش او على انها هي القاعده، فيبقى غلط. طب هو اكبر من الواحد؟ طبعا الازاحه اقل من المعيار، فمش ممكن تطلع بتساوي واحد، يعني لازم تطلع يا كسر يا تساوي واحد، يبقى برضو العباره غلط. طيب هنا بيقول له س تنتمي من صفر لغايه الواحد، طب ليه صفر؟ نقول له لانه احيانا الجسم يعود الى نفس نقطه البدايه، وبالتالي الازاحه في الحاله دي هتطلع بصفر، يبقى الصفر احد القيم بتاعت السين دي. السين دي ممكن تطلع بصفر لو انه الجسم عاد الى نفس نقطه البدايه، وبالتالي يبقى الاجابه جيم. واحد يقول لي طب ليه ما نعملهاش صفر مفتوح؟ لا، صفر مقفول. الصفر معانا لانه من احدى حالات الازاحه ان يعود الجسم الى نفس نقطه البدايه، وفي الحاله ديت الازاحه تطلع بصفر، فالصفر ده احد قيم سين اللي انت عايز تقسم الازاحه على المسافه وتسميها سين. خلصنا مفهوم الازاحه، تعال ناخد مفهوم السرعه. السرعه كميه متجهه زيها زي الازاحه، زيها زي العجله، كلها كميات متجهه. فلما تيجي تقول له مثلا السرعه فبتساوي ال 80 يه، حيث يه ده متجه اتجاه، او بتساوي 120 يه، حيث يه ده برضه متجه اتجاه. طب تعريف السرعه ايه؟ هو متجه معياره بيساوي مقدار السرعه اللي انت ماشي، واتجاهه هو اتجاه الحركه. خلي بالك اتجاه الحركه دايما هو اتجاه السرعه، ودايما لما نيجي نسال الحركه دي في اتجاه ايه؟ نسال على السرعه كانت في اتجاه ايه؟ يبقى تاني مره لما حد يسالك بقى يقول لك يعني ايه متجه سرعه؟ نقول له متجه يبقى لابد ليه من معيار، ولابد ليه من اتجاه. معياره هو معيار السرعه، واتجاهه هو اتجاه الحركه. اتجاه الحركه هو اتجاه الايه؟ السرعه. والسرعه لها وحدات قياس، يا اما سنتيمتر لكل ثانيه، يا اما متر لكل ثانيه، يا اما كيلومتر لكل ساعه. وطبعا الديناميكا كلها تحويلات، فاول نوع من انواع التحويلات دي ان انا احول من كيلومتر لكل ساعه لمتر لكل ثانيه. كيلومتر يعني 1000 متر، والساعه 60 في 60 عشان احسبها بالثانيه، فتبقى 1000 على 60 في 60 تطلع ب 5 على 18. وهذا العدد باستمرار بنستخدمه على طول، بدل ما نقعد نعمل الحكايه دي نقوم نقول له نحول من كيلومتر لكل ساعه لمتر لكل ثانيه نضرب في 5 على 18. طب ولو من متر لثانيه لكيلومتر لكل ساعه نضرب في 18 على 5 في مقلوبها، يبقى لو رايح من هنا لهنا اضرب في 5 على 18، جاي من هنا لهنا اضرب في 18 على 5. طيب لو كيلومتر لكل ساعه عايزها سنتيمتر لكل ثانيه، نقول له الكيلومتر 1000 متر، والمتر 1000 100 سنتي، على 60 في 60 الناتج هيطلع 250 على 9. اذا التحويل من كيلومتر لكل ساعه لمتر لكل لسنتيمتر لكل ثانيه اضرب في 250 على 9. طيب لو من سنتيمتر لكل ثانيه لكيلومتر لكل ساعه اضرب في المقلوب اللي هو في 9 على 250. اهو ده اللي بقوله لك بقى، 1 كيلومتر لكل ساعة عايزها متر كل ثانية أضرب في 15 5 على 18. طيب متر لكل ثانية عايزها 1 كيلو يبقى أضرب في 18 على 5. 1 كيلومتر لكل ساعة عايزها سنتيمتر لكل ثانية يبقى أضرب في 250 على 9. وسنتيمتر لكل ثانية عايزها من سنتيمتر عايزها كيلومتر يبقى أضرب في 9 على 250. خلي بالك ده العدل وده المقلوب. طيب يا ترى ممكن تديني امثله عشان اعرف انا بضرب فين وبعمل فين؟ انت عمال تقول لي اضرب اضرب اضرب، تعال نشوف. 72 كيلومتر لكل ساعه عايزها بالمتر لكل ثانيه، لازم تعرف انت عايز تبقى بكام. يبقى اقول له 72 هضرب في 5 على 18، يلا نضرب مع بعض بقى اهو. 72 في 5
على 18 ايكوال 20، يبقى هتساوي 20 متر لكل ساعة. 15 متر عايزها بالكيلومتر لكل ساعة، يبقى نقول له ال 15 اهي، خلي بالك من متر، يبقى بضرب في 18 على 5. اضرب معايا كده بقى، يبقى اهو 15 هضربها في 18 على 5، يبقى هتطلع ب 54، يبقى 54 كيلومتر لكل ساعة. طب من كيلومتر لسنتي، من كيلومتر لسنتي اضرب في كام؟ نقول له يبقى ال 90 هضربها في 250 على 9، التسعة راحت مع التسعة وتبقى بتساوي 2500 سنتي. طب من سنتي الكيلومتر، من سنتي الكيلومتر اضرب في كام؟ يبقى نقول له ادي ال 100 اهي هضربها في 9 على 250. تعالى نشوفها كده مع بعض اهو، ادي ال 100 في كسر 9 على 250 بيساوي، فهتطلع ب 18 على 5 اللي ممكن نقول له 3.6 كيلومتر. خلي بالك بقى هنا بقى حاجه بقى ملهاش دعوه بالضرب اللي احنا بنضربه ده، اللي هو ايه بقى، احنا مش لازم نبقى حافظين، لا لازم نبقى فاهمين. 20 متر لكل دقيقه عايزها متر لكل ثانيه، نقول له سهله، ادي ال 20 اهي انت متر وهنا متر، يبقى ما مش هضرب في حاجه، هضرب في واحد. طب الدقيقه عايزها ثانيه، يبقى هقسم على 60، هي دقيقه واحده انا عايزها ثانيه، يبقى هقسم على 60. في الحاله ديت هتبقى 20 على 60، هتطلع بتساوي تلت متر لكل ثانيه. هو ده اللي انا عايز اقوله لك بقى، ان احنا ممكن نحول يدوي، طالما ان المساله خرجت بره الحفظ اللي احنا عمالين نحفظه، اضرب في كذا اقسم على كذا، اضرب في كذا اقسم على كذا. وعلى فكره في بعض الطلبه ما بتحبش تضرب، لا تقول لك انا عايز احول الكيلومتر لمتر والساعه الى ثانيه، علشان بتحول بنفس التشكيل وتطلع المساله مظبوطه برضه. بعد ما خدنا مفهوم السرعه، في عندي حاجه اسمها السرعه المنتظمه او الحركه المنتظمه. الحركه المنتظمه على فكره كل دي مفاهيم بتاخدوها في الفيزياء، يعني كل اللي احنا بنشرحه ده انت بتاخده في الفيزياء برضو بنفس السنه، في نفس السنه او تقريبا في سنه اولى. الحركه المنتظمه هي حركه بتمشي بمسافات متساويه في ازمنه متساويه، او ممكن نقولها تاني هي حركه بتمشي بسرعه ثابته باتجاه ثابت، تبقى حركه منتظمه. يبقى ما حد يفهمني او حد عايز يفهم يعني ايه حركه منتظمه، نقول له حركه بتسير بمسافات متساويه في ازمنه متساويه، او انها حركه بتسير بسرعه ثابته في اتجاه ثابت. ودايما بقى طالما وصلنا للحركه المنتظمه، دايما القانون المثلث ده يبقى معانا، ت فوق اللي هي المسافه، عين تحت اللي هي السرعه، نون تحت اللي هي الايه الزمن. ولو سالتني عن ف اقول لك عين في نون، ولو سالتني عن عين اقول لك ف على نون، ولو سالتني عن نون اقول لك ف على عين. يبقى الثلاث حاجات دول هيبقوا متشابكين معانا، بس المثلث ده هو اللي بيقود العمليه لرابط الكلام ده كله، بس فين؟ في الحركه المنتظمه. لكن احنا عندنا قوانين تانية، بس لما ما تبقاش الحركه منتظمه. حركة منتظمة يعني ايه يا استاذ؟ يعني السرعة ثابتة والاتجاه ثابت، يعني بتقطع مسافات متساوية في ازمنة متساوية. يعني ف بتساوي عين في نون، يعني عين بتساوي ف على نون، يعني نون بتساوي ف على عين، كل دول معناها حركة منتظمة. عندي لسه مفاهيم بناخدها وبنتعلمها، فعندي حاجة اسمها السرعة المتوسطة. السرعة المتوسطة يرمز لها بالرمز عين ميم، وهي كمية قياسية بتساوي المسافة الكلية على الزمن الكلي، ولأنه المسافة كمية قياسية والزمن طبعا كمية قياسية، فيبقى السرعة المتوسطة اللي هي عين ميم ما بنحطش عليها متجه، هي عبارة عن المسافة الكلية الحادثة على الزمن الكلي. طيب في عندي مفهوم تاني اسمه متجه السرعة المتوسطة، طبعا حطينا كلمة متجه يبقى بقت كمية متجهة، وبالتالي مش هنقول المسافة، هنقول الإزاحة على الزمن الكلي، وساعتها هتبقى العين وتحتها الميم عليها علامة متجه. فرق بقى بين السرعة المتوسطة اللي هي عين ميم اللي بتساوي المسافة الكلية على الزمن الكلي، وفرق ما بين متجه السرعة المتوسطة اللي هو متجه عليها عين ميم وهو بيساوي الإزاحة على الزمن الكلي. طيب إذا تحركت سيارة بسرعة منتظمة، قال لي بقى على السرعة المنتظمة اهو، مقدارها 90 كيلومتر لكل ساعة لمدة 30 دقيقة. أهو هنا بقى لازم تاخد بالك ان الوحدات لازم تبقى منتظمة هي كمان، مش بس الحركة، يعني المسافة بالكيلومتر، السرعة تبقى كيلومتر لكل ساعة، الزمن يبقى بالساعة، هو ده الانتظام. المسافة بالمتر، السرعة تبقى بمتر لكل ثانية، الزمن يبقى بالثانية. علشان كده ال 30 دقيقة دي اقوم اقول له ايه، ال 30 دي هقسمها على 60، فهتطلع بنص ساعة، وساعتها اقول له انت بتتكلم على حركة منتظمة وسرعة منتظمة، يبقى هنا فيه ويبقى هنا عين ويبقى هنا نون. انت عايز المسافة، هقول له يبقى فيه بتساوي عين في نون، عين
ب 90، بس ده كيلومتر كل ساعة، فما ينفعش اقول له بالدقيقة، اقول له في نص ساعة والناتج يطلع 45 كيلومتر. في الحالة ديت الإجابة تبقى 45. كل الحكاية ان احنا عندنا نظام بنشتغل بيه، انه المسافة لما تبقى بالكيلومتر، السرعة تبقى كيلومتر لكل ساعة، الزمن يبقى ساعة. لو دخلت لي أزمنة تانية لازم أغيرها لك، لو دخلت لي دقيقة لازم أغيرها لك، محدش قال لي غيرها، محدش هو هنا بيقول لك غير بقى ديت، لا أنت اللي هتغيرها لوحدك. وبرضو لو المسافة بالمتر والسرعة متر لكل ثانية، يبقى الزمن يبقى بالثانية. الزمن بالساعة التي تستغرقها سيارة، هو هنا قايل له أنا عايز الزمن بالساعة التي تستغرقها سيارة تتحرك بسرعة منتظمة 20 متر لكل ثانية، فقطعت مسافة 180 كيلومتر. طبعا أنا عندي العلاقة، لأن أنت بتشتغل بسرعة منتظمة، يبقى هنا فيه وهنا نون وهنا عين. السرعة 20 متر لكل ثانية، عايز أحولها لكيلومتر، يبقى نقول له 20 في 18 في 18 على 5. اضرب بقى كده معايا، 20 في 18 على 5 هتطلع بتساوي 72 كيلومتر لكل ساعة. وانت عايز الزمن بالساعة، فهيبقى فيه على عين، فهتبقى 180 على الاتنين وكام؟ و70. تعالى نقسمها كده بقى مع بعض، 180 على الاتنين و70، فهتطلع بتساوي 2.5 ساعة. يبقى انت عايز الزمن بالساعة، حولت لك السرعة بتاعتك اللي هي 20 متر لكل ثانية لكيلومتر لكل ساعة، التحويل احنا بقى عارفينه، نضرب في 18 على 5 ويدينا 72 كيلومتر لكل ساعة. ساعتها لما تيجي تقسم بقى نون على ف، دي بالكيلومتر وده بالكيلومتر لكل ساعة، الزمن يبقى بالساعة، يبقى كام ساعة استهلكت؟ 2.5. وبنختار الإجابة من وسطهم ج. قطع راكب دراجة على طريق مستقيم مسافة 37.5 كيلومتر بسرعة 25 كيلومتر ساعة، ثم قطع مسافة 18 كيلومتر بسرعة 12 كيلومتر كل ساعة في الاتجاه المعاكس، فأن معيار متجه السرعة المتوسطة بيساوي كام؟ يبقى تعالى نرسم الكلام ده. هو مشي مسافة 37.5 كيلومتر بسرعة 25 كيلومتر لكل ساعة، وبعدين راح مشي في الاتجاه المعاكس مسافة 18 كيلومتر بسرعة 12 كيلومتر لكل ساعة، وعايز متجه السرعة المتوسطة. متجه السرعة المتوسطة زي ما اتفقنا ان هو الإزاحة على الزمن الكلي. طيب بالنسبة للإزاحة سهلة نجيبها، اللي هي هتبقى 37.5 ناقص 18، لأن هو هنا ماشي 37.5 وهنا ماشي 18، نطرحهم من بعض نجيب الإزاحة، يبقى 37.5 ناقص 18 هتساوي 19.5. طب بالنسبة للزمن، نمسك زمن المرحلة الأولى اللي هي الأولانية ديت، احنا عندنا علاقة بتقول ف وعين ونون، فأنت عايز نون عبارة عن 37.5 على 25، نقسمها مع بعض، دي نون واحد اللي هي المرحلة الأولى، اللي هي عبارة عن 37.5 على 25، فتطلع ب1.5. تعالى للمرحلة الثانية اللي هي نون 2، برضو المسافة 18 والزمن 12، فتطلع برضو على 6 فيها 3 على 6 فيها 2، فهتطلع ب1.5. اذا الزمن الكلي بيساوي 1.5 زائد 1.5، فيطلع فيها 3، ونقول له عين ميم متجه، يعني متجه السرعة المتوسطة اللي هي بتساوي ايه الازاحة. خلي بالك هنا بقى احنا ممكن نجيب معيار متجه السرعة المتوسطة، وهو عايز كده، هو عايز معيار متجه السرعة المتوسطة على الزمن الكلي، يبقى هنساوي 19.5 على 3، فيطلع الناتج بكام بقى؟ تعالى نشوفها كده مع بعض، 19.5 على 3، فهتطلع بتساوي 6.5 كيلومتر لكل ساعة. يا ترى السرعة المتوسطة دي موجودة هنا بقى، الناتج ده 6.5، فهنقول له أيوه ال6.5 اهي. يبقى المسألة عبارة عن طريقين، هو مشي في الطريق ده ب 37 كيلو ونص وبسرعة 25، وبعدين رجع في الاتجاه المعاكس مشي مسافة 18 كيلو متر وبسرعة 12. احنا جبنا الإزاحة، وبعدين جبنا زمن كل فترة، وبعدين جبنا متجه السرعة المتوسطة الإزاحة على الزمن الكل. تحرك جسم شرقا 30 كيلو متر في الساعة في 3 ساعات، ثم تحرك غربا 30 كيلو متر تاليين في ساعتين، فإن سرعته المتوسطة تساوي كام؟ يعني هو ماشي شرقا كده
مشي 30 كيلومتر، بعد ما وصل هنا كده راح ماشي غربا برضه 30 كيلومتر، هنا الزمن كان 3 ساعات، هنا الزمن كان ساعتين. طيب انت عايز متجه السرعة المتوسطة نحضر لك الازاحة ونحضر لك الكلام ده، ولا انت عايز ايه؟ انا عايز السرعة المتوسطة. يبقى انت عايز المسافة الكلية اللي هي 30 زائد 30 60، وانت عايز الزمن الكلي اللي هو 3 ساعات زائد ساعتين بخمسة، وساعتها هنقول له عين ميم من غير متجه بيساوي المسافة الكلية 60 على الخمسة فعل 12. عارف لو طلب متجه السرعة المتوسطة كانت هتطلع صفر، لانه مشي شرقا 30 وراح راجع مشي غربا 30، فكان يبقى الازاحه بصفر حتى لو حسبنا الزمن الكل طلع بخمسه، لكن متجه السرعه المتوسطه هيطلع بصفر. علشان كده هو ما طلبهاش، هو طلب السرعه المتوسطه بس. قطعت سياره مسافه 50 كيلومتر في الساعه واحده، يعني قطع 50 كيلومتر في ساعه واحده، ثم توقف لمده نص ساعه، ثم تحركت في نفس الاتجاه 30 كيلومتر في نصف ساعة، فأن السرعة المتوسطة تساوي كام؟ وراح كاتب لي ملحوظة هنا بيقول لي زمن التوقف اللي توقفه الراجل في المسألة محسوب ضمن الزمن الكلي. يعني أنت مش بس بتكتب، يعني هو دلوقتي الراجل عمل إيه؟ الراجل مشي من هنا كده المسافة بتاعته 50 في الزمن بتاعه واحد، وبعدين راح متوقف هنا كده مسافة، اتوقف لمدة نص ساعة، وبعدين مشي مسافة 30 كيلومتر في زمن، قدره نص ساعة. وخلي بالك الاتنين في نفس الاتجاه، فلو طلبت متجه السرعة المتوسطة او طلبت السرعة المتوسطة الاتنين واحد، فهنيجي نقول له المسافة الكلية 50 زائد 30 فيها 80. الزمن الكلي، خلي بالك بقى من اللي جاي ده، زمن التوقف يدخل ضمن الزمن الكلي. انت قعدت هنا ساعة وهنا نص وهنا نص، يبقى ساعة زائد نص زائد نص يبقى ساعتين. يبقى ساعتها اقول له عين ميم بتساوي المسافة 80 على الزمن 2، فيطلع 40 كيلومتر لكل ساعة. هو بيقول لك هنا كيلومتر لكل ساعة، فاحنا بنقول له بتساوي 40. كل الملحوظة اللي احنا عايزين نحسبها هنا ان زمن التوقف يدخل ضمن الزمن الكلي. يعني ما تقوليش بقى ده ريح شوية، طب احسب المسافة هنا واحسب الزمن هنا وهنا الزمن، والتريحة دي تحسبها برضه. قطعت سيارة مسافة 60 كيلومتر على طريق مستقيم بسرعة 90 كيلومتر كل ساعة، ثم عادت فقطعت مسافة 20 كيلومتر في الاتجاه المعاكس بسرعة 60 كيلومتر. اوجد متجه السرعة المتوسطة خلال الرحلة كلها. تاني، المسافة الأولانية 60 والسرعة كانت 90 كيلومتر لكل ساعة، وبعدين رجع تاني مشي مسافة 20 والسرعة كانت 60 كيلومتر لكل ساعة، ده في اتجاه وده في اتجاه معاكس. وانت عايز ايه؟ انا عايز متجه السرعة المتوسطة. طب يبقى نحضر لك الازاحة. الازاحة عبارة عن انت مشيت 60 وبعدين رجعت في الاتجاه المعاكس مشيت 20، تبقى 40 كيلومتر. طيب نحضر لك كمان الزمن الكلي، فنجيب الزمن المرحلة الأولى اللي هو نون واحد بيساوي ف 60 على 90 فتطلع تلتين ساعة، والزمن المرحلة التانية ف 20 على 60 فتطلع تلت ساعة. يبقى في الحالة دي الزمن الكلي تلتين زائد تلت فيطلع ساعة. في الحالة دي نقول له عين ميم متجه بيساوي الإزاحة على الزمن الكلي. الإزاحة جبناها 40، على الزمن الكلي واحد، فيبقى عين ميم بتساوي 40 ي. عايز معيار، يبقى عين ميم بتساوي 40 كيلومتر لكل ساعة. إذا كان الحركة عند لحظتين مختلفتين وموضعين مختلفين، ركز بقى معايا من الحتة دي مهمة قوي. حركة عند لحظتين متساويتين، يعني أنا بتكلم كده وأنا اتحركت هنا كده واتحركت هنا كده، هنا لحظة عند لحظة هنا نون بتساوي 3، وهنا عند لحظة نون بتساوي 7، مش بادي من عند الصفر، يعني هنا عند الزمن بيساوي 3 وهنا عند الزمن بيساوي 7. يبقى المسافة اللي انت عملتها ديت من ألف لب الزمن بتاعها هو 7 ناقص 3. انا بس عايز اقول لك انه في حالة من الحالات بنحسب الزمن الكلي ان احنا بنطرح، هي الحالة دي اللي هو يدي لك عند لحظتين وعند موضوعين، فيجي يقول لك ساعتها عين ميم بتساوي ر 2 ناقص ر 1، يعني بطرح الموضوعين، ونون 2 ناقص نون 1. ركز بس عشان خاطر تاخد بالك، ما تجيش تقول لي الله ايه اللي حصل، ايه اللي تم. بنقول له عند لحظتين مختلفتين، هيجي يقول لك عند اللحظه الزمن بتاعها 2 وعند لحظه الزمن بتاعها 5. عند موضوعين مختلفين، الموضوعين ممكن يديهم لك ازواج مرتبه ر 1 و ر 2، فانت بتطرح النهايه من البدايه، ر 2 النهايه من ر 1 البدايه. طب ليه مش ره صفر؟ لا مش ره صفر، لانه عند ره صفر الزمن بصفر، انما هنا عند لحظه زمنيه معينه. فاذا كان الجسم عند اللحظتين
اتنين وستة ثانية من بدء الحركة عند الموضوعين ألف اتنين وخمسة وب سبعة وخمسة على الترتيب. اوجد متجه السرعة المتوسطة خلال الرحلة كلها، ثم اوجد معياره وكذلك اتجاهه. فعلى طول احنا بنلتزم بالقانون دوت، فبنيجي نقول له اول حاجة نجيب له ريه اتنين ناقص ريه واحد، اللي هو عبارة عن سبعة وخمسة ناقص اتنين وخمسة، سبعة من اتنين خمسة وخمسة من خمسة صفر، ونجيب له نون اتنين ناقص نون واحد اللي هي هتبقى ستة ناقص اتنين تطلع باربعة، وبالتالي هيبقى عين ميم هتساوي خمسة وصفر على اربعة اللي هي هتبقى خمسة واربعة وصفر. لو انت عايز معيار عين ميم هيبقى الجذر التربيعي الخمسة على اربعة لكل تربيع زائد صفر تطلع بخمسة على اربعة. لو انت عايز اتجاه، الاتجاه يبقى ظا ثيتا بتساوي صاد على سين، صاد اللي هي صفر على سين اللي هي خمسة على اربعة تطلع بصفر، يبقى ساعتها ه بتساوي صفر. اذا تواجد جسم وسيم عند لحظتين زمنيتين، او ده اللي انا بقول لك عليه، بيدي لك لحظتين زمنيتين مش بالضرورة تبدأ من الصفر، 3 و8 عند الموضع ألف 7 و2 ده الأولاني، والموضع الثاني 4 و6 على الترتيب، فإن متجه السرعة المتوسطة بيساوي كام؟ ومديله أربع اختيارات. فأنا على طول أقول له عين ميم بتساوي ريه 2 ناقص ريه 1 على نون 2 ناقص نون 1. بطرح كل مرة الزمن الكلي، بجمع سواء كان سرعة متوسطة ولا متجه سرعة متوسطة، إنما هنا بطرح. ها يبقى الناتج بيساوي، خلي بالك بقى معايا، 4 و6 ناقص 7 و2 على، هطرح الزمنين، 8 ناقص 3، طبعا بطرح الكبير من الصغير فيطلع 5، وهنا اطرح معايا بقى 4 من 7 سالب 3 و6 من 2 4، فيبقى عين ميم لو عايزها بالسين والصاد يبقى سالب 3 على 5 سين زائد 4 على 5 صاد. يا ترى فين الاجابه في دول؟ الاجابه دال. ولو عايز معيار نجيب لك معيار، يبقى عين ميم بيساوي الجذر التربيعي سالب 3 على 5 لكل تربيع زائد 4 على 5 لكل تربيع، اكيد هتطلع 1. ولو عايز اتجاه، اتجاه السرعه اقول له صاد على سين تبقى 4 على 5 على سالب 3 على 5، ونجيبها بالاله ونطلعها. اخيرا في نوعيه من المسائل اسمها متى واين يتقابلان. متى واين يتقابلان؟ بيبقى عندي مدينة هنا وهنا مدينة، هنا ألف وهنا ب، وفي هنا سيارة بتمشي بسرعة ألف عين ألف من ألف رايحة لب، وفي عندي سيارة تانية اسمها عين ب بتمشي من هنا لألف، فطبعا هيتقابلوا. المسافة الكلية بيدهاني دايما، يا سلام يقول لي المسافة الكلية 180 كيلومتر، وده بسميه فيه واحد وده بسميه فيه اتنين. والفكرة في المسألة ان بقول له يبقى فيه واحد زائد فيه اتنين بتساوي 180، يبقى لما تيجي تعرف امتى واين يتقابلان دول هيتقابلوا هنا عند زمن اسمه نون، ففيه واحد بتساوي عين الف في نون، وفيه اتنين بتساوي عين ب في نون بتساوي 180، وحل المسألة واوجد نون واوجد كل حاجة. المهم انه لما يبقوا في اتجاهين متضادين بنجمع، انما لو كان ادي الف اهي وادي ب اهي والمسافه برضو 180 بس اتقابلوا كده، لان هم ماشيين في الاتجاه، في اتجاه واحد في نفس الاتجاه، يبقى نيجي نقول له ده فيه واحد وده فيه اتنين، يبقى ساعتها هطرح اقول له يبقى فيه واحد ناقص فيه اتنين بتساوي 180. فيه واحد هي السرعه بتاعت الف في نون، عين الف في نون، فيه اتنين هي عين ب في نون، واوجد منها الزمن وحل. لا مش فاهم يا استاذ، نقول له تعالى ناخد مساله علشان تفهم، بس افهم حاجه واحده بس مني، انه لما يبقوا في اتجاهين متضادين بنجمع المسافات، ولما يبقوا في نفس الاتجاه بنطرح المسافات. انا مش عايزك تفهم غير دي الاول، وبعدين تعالى نحل وهتفهم بقيه المساله. هنا بيقول له مدينه الف تحركت منها سياره بسرعه 60 كيلومتر كل ساعة، ومدينة ب تحركت منها سيارة 80 كيلومتر كل ساعة، والمسافة اللي بينهم 140، وطبعا من ألف رايحة لب ومن ب رايحة لألف يبقوا اتجاهين متضادين. المسافة الكلية 140، وأنا هفرض إن إحنا تقابلنا عند زمن نون، زمن التقابل بيساوي نون، يبقى المفروض أقول له يبقى فيه واحد زائد فيه اتنين، فيه واحد اللي مشيتها للسرعة الأولانية وفيه اتنين اللي مشيتها السرعة التانية بتساوي 140. فيه واحد لو تاخد بالك هتلاقي ادي فيها اهي وادي عين وادي نون، فيه بتساوي عين في نون، يبقى انا اقدر اشيل فيه واحد دي واقول له 60 في نون. ايه نون دي؟ زمن التقابل، هو هيمشي من هنا نون وانا كمان همشي من هنا نون. فيه اتنين
اللي هي عباره عن 80 في نون تساوي 140، 60 نون زائد 80 نون يبقى 140 نون بتساوي 140، اذا نون بتساوي 1 ساعه. اذا متى واين؟ متى يعني الزمن بعد ساعه. طب اين؟ نقول له بعد ساعه يبقى فيه 1 هتساوي 60 في 1 ب 60، وفيه 2 هتساوي 80 في 1 ب 80، يعني السرعه به هتستهلك 80 كيلومتر عشان تتقابل، انما السرعه الف هتاخد 60 عشان تتقابل مع عين الف. ناخد مساله كمان عشان نوضح اكتر اهي. تحركت سياره في من المدينه الف قاصده المدينه ب والتي تبعد عنها 280، وطبعا تحركت سياره تانية دي سرعتها 80 ودي سرعتها 60، فطبعا زمن التلاقي بيساوي نون، ودي بنسميها فيه واحد اللي مشيتها عين الف، ودي بنسميها فيه اتنين اللي مشيتها عين ب. والمفروض ان انا اقول له انه فيه واحد زائد فيه اتنين بتساوي 280 كيلومتر لكل ساعه، كيلومتر بس. فيه واحد اللي هي 80 في نون، فيه اتنين اللي هي 60 في نون بتساوي 280، يعني 140 نون بتساوي 280. بالقسمه يبقى اذا النون بتساوي 2، يعني هيتقابلا بعد ساعتين. طيب ألف هيمشي قد إيه؟ نقول له ألف عبارة عن 80 وهيمشي ساعتين يبقوا 160. طيب ب هيمشي قد إيه؟ نقول له 60 وهيمشي ساعتين هتبقى ب 120 كيلومتر لكل ساعة، كيلومتر لكل ساعة. يبقى كده عرفنا متى وأين، متى يتقابلان وأين يتقابلان. يتقابلان بعد ساعتين وعلى بعد 120 من ب أو 160 من ألف. نفس الفكرة هنا، لو كانوا ماشيين في نفس الاتجاه، المسافة بين البلدين 30 كيلومتر وهيتقابلوا، بس لازم في شرط بقى انه اللي ورا يبقى اسرع من اللي قدام، بس اللي قدام معمولة بالمتر لكل دقيقة، فده لازم يتحول الاول. المفروض ان نقول له طالما في نفس الاتجاه يبقى فيه 2 ناقص فيه 1 بتساوي 30، واقول لك عين به بتساوي 1000 متر، يعني 1 كيلومتر على الزمن 60، واحد على 60 الدقيقة، واحد على 60 ساعة، فهضربها كده فتطلع ب60 كيلومتر كل ساعة دي السرعة. فتعالى نفرض بقى أن زمن التلاقي نون، نفرض أن زمن التلاقي بيساوي نون، يبقى فيه واحد بتساوي كام؟ نقول له 120 نون، ناقص فيه 2 بتساوي كام؟ نقول له 60 نون بتساوي 30، 120 من 60 يبقوا 60 نون بتساوي 30، تبقى النون بتساوي نص، هيتقابلان بعد نص ساعة. فين بقى يا عم الحاج؟ نقول له دي 60 في نص ساعة، يعني من ب هتبقى على بعد 30 كيلومتر من ب، من ألف اضرب بقى 120 في نص تطلع 60 كيلومتر لكل ساعة. النهارده خدنا مجموعة من التعريفات، منها الإزاحة ومنها المسافة ومنها السرعة، تعريف السرعة وتحويلات السرعة والسرعة المتوسطة ومتجه السرعة المتوسطة، وأخذنا الحركة المنتظمة اللي هي بتمشي بمسافات متساوية في أزمنة متساوية، وأخيرا أخذنا متى وأين يتقابلان. أشكركم وإلى اللقاء في حلقة قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.